قبل بداية الفيلم يا شباب، إذا بتحبونا وبتحبوا أفلامنا لا تنسوا تشتركوا في هاي القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتضغطوا على زر اللايك. فرجونا همتكم يا شباب ومشاهدة ممتعة. يلا يلا يا صديقي، اقرد زلة طيرني للسماء، اسحبني طيرني للسماء. بدك اطيرك؟ متأكد رح تطير فوق، رح توصل لخيوم ورح تنزل هون. مش مشكلة مش مشكلة، انا بحب كثير كثير اطير، انا جودزيلا وبحب العب كثير مع صديقي جودزيلا. ماشي يلا يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة. خلينا نطلع المي مثل هيك وحطون. مرحبا. واو، انت قوي كثير كثير كثير. أكيد. يلا دوري. أكيد. يلا هياخذ. خذ، اعطيني اياها اعطيني اياها. ايوه يلا يلا، اقفز يلا. اقفز في البحر. بيوب. واو. يلا يلا، يلا امسكني يا حلو. خليني ارميها مثل هيك، بتيجي عليك بتيجي عليك بتيجي على مساكتك من اول محاوله. سلام. يلا يا يلا شباب يلا، جاهزين عشان اروح وامسك لك اياه واطيره للسما. واحد اثنين ثلاثة، طير. اوبا. واو. يا سلام يا سلام. شوفك وين انت؟ هيني فوق فوق. ايه اه، ليش وقعتني يا كلب؟ ليش سحبتني؟ ليش ليش؟ واو، بدك اورجيك قدرتي الخارقة؟ اه فرجيني اياها. بيو. واو، كيف قفزتك قفزة يا جرودزيلا؟ انا قوي. شوية يلا يلا، تعال هون. ليش توقعتني؟ ليش؟ انا 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 اقوى منك بكثير لاني، تعال هون. طلع كيف طيرت فوق. تعال هون، بدي احملك كمان مرة. ايش؟ كيف بدك تحملني؟ مش راح تصيبني مش راح تصيبني يا ربي، مش راح تصيبني مش راح تصيبني. ايه شكله صابني. لا ما صابنيش ما صابنيش ما تجيبني. خذ لك. ايه لا يا ربي، امسكني امسكني امسكني. بوم. شايف كيف؟ شايف كيف مقواني؟ والله انك قوي كثير كثير انت. اقول لك تعال لهون، تعال معاي. شو هذا؟ شوف كيف سحبتني. اكيد انا بسحبك واسحبك وانا قوي كثير كثير. اسحبني وانا طاير، اسحبني. بدي اجرب امسكه، بدي اجرب امسكه. تعال لهون، هيني مسكته هيني مسكته. يلا يلا اقفز. يلا اقفز. اه مسكتك مسكتك. يلا واحد اثنين ثلاث، يلا اسحب اسحب. بوم. واو. شايف والله مثل الكرات. اكيد اكيد. يلا يلا يا صديقي. ايه وين اختفى هذا؟ تعالون يا جرودزيلا. مسكتك مسكتك مسكتك. يا الله والله انا كثير كثير تعبت اليوم، انه تقريبا 10 ساعات قاعدين بنلعب. متاكد تعب؟ اه والله تعبت كثير كثير. طيب زي ما بدك زي ما بدك، بدك نروح مع بعض؟ يلا يلا. لا 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 لا، اليوم انا وياك كنا اقوياء، بكره عشان تدربني كيف اقفز قفزتك القويه كثير كثير يا جرودزيلا. ماشي ماشي، راح نجي بكره على هذا المكان وراح ادربك كل اشي. ماشي ماشي. يلا يلا، هاي الدنيا راح تصير ليل. يلا بلاش بابا هسه يضربنا. يا سلام يا يلا. سلام. يلا يلا يا صديقي جرودزيلا، انا اتعرف على المنزل. ماشي ماشي ماشي. يلا هينا قربنا على منزلنا. اكيد اكيد. انا بعرف اسحبك بعرف اسحبك، انت ما بتعرف تسحبني. بعرفه. ايه يلا اسحبني اشوف. طلع طلع والله انه مجنون. يلا يلا يا شباب. تعال لهون. يلا يلا. ايه الدنيا صارت ليل كثير، خلينا نروح خلينا نروح. يلا والله خلينا نروح. خلاص يا شباب بنات، يلا لازم نروح باسرع ما يمكن. يلا 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 يا شباب بنات. هي هي يا جرودزيلا يا جرودزيلا. نعم. طلعني طلعني، يطلع فوق هاي واسحبني، او فوق هذيك واسحبني عشان اشوف وين منزلنا لاني ضيعته. هيو هيو منزلنا. شو ما بتعرف طريقك؟ ايه يا ربي. طيب يلا يلا، عاد كنت بدي. ايه والدنيا صارت تشتي. تعال ناخذ طريق مختصر. تعال تعال، الدنيا صارت تشتي. بسرعه بسرعه بسرعه، صارت تمطر الدنيا. اهرب اهرب يا صديقي جرودزيلا، بسرعه بسرعه. يا الله بسرعه. يلا يلا بسرعه ما يمكن يا شباب بنات، لازم نروح لانه الدنيا صارت مطر، صارت مطر الدنيا. يلا يلا. اه والله هينا وصلنا. يلا مع السلامة مع السلامة، بدي ادخل على منزلي. باي باي يا جرودزيلا. وانا يلا باي باي. بكره تعال. ماشي ماشي، خلينا نسكر الباب. ابوي نايم فوق، ابوي نايم فوق. خليني اتابع شوية قناة انفوركس 5 واطلع انام. يا سلام والله جو رائع كثير كثير. يلا يلا شباب بنات، لا تنسوا تشتركوا في هاي القناة الخرافية كثير كثير، كل يوم بننزل فيلم عليها، فيلم ماينكرافت. يلا يلا بسم الله، خليني اتابعها. واو. نم 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 نم.
نم 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 نم. أوه يا الله، صباح الخير، أصبحنا وأصبح الملك لله. أنا جودزيلا وهسه بدي أروح ألعب مع صديقي جودزيلا، بس قبل هيك بدي أطلع عند بابا أطلب منه إني أروح عند صديقي جودزيلا. يا سلام يا سلام، خليني أطلع من هون. صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا بابا. أوه صباح النور يا ابني، أهلا وسهلا. أهلا 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 يا بابا، بدي أروح ألعب مع صديقي جودزيلا. جودزيلا هذا صديقك؟ صديقي، شو مالك يا بابا؟ طيب يا ابني، روح بس لا تتأخر بالمرة، لأن أنا سامع هاي الأيام في وحوش داخل هاي المدينة بتحاول تتسلل وتقتل أبناء الجودزيلا. ايش هذا كلام فارط يا بابا؟ يلا يلا، باي باي باي. مثل ما بقول لك يا ابني، لا تتأخر عن المنزل وارجع بكير، لانه في هذا الاشي امر خطير كثير وما في اي مزاح. ماشي ماشي يا بابا، خلص ماشي، من اليوم ما بتأخر. يلا يا ابني ماشي, ماشي. يلا روح عند صديقك. يلا مع السلامة مع السلامة مع السلامة. يا جودزيلا يا جودزيلا، اجيت ألعب معاك. خلق يا سوا مثل هيك ومثل هيك. يلا يلا، لا 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 لا، والله بحب جودزيلا كثير كثير. ايه شو هذا الاشي اللي لونه احمر على الارض، موجود على الارض؟ ايه موجود هون. ايه هذا طالع من بيت صديقي جودزيلا والباب تبعه مفتوح. يا جودزيلا يا جودزيلا، صديقي جودزيلا وينك؟ يا ربي خليني اسكر الباب. ايه في دم هوني، هذا دم مش اشي لونه احمر، الدم وصل من هون ومن هون. يا صديقي جودزيلا لا تسوي في مقلب مثل هيك، انا ما بحب تسوي في مقالب مثل هيك، والله بخاف كثير كثير. انا اطلعوا هاي دم واصل من هون، خلينا الحق من وين جاي هذا الدماء. يا رب. صديقي جودزيلا شو اللي صار معك؟ اخ يا صديقي، اخ اخ اخ. مين سوى معك مثل هيك؟ مين؟ في واحد شرير امبارح في داخل الليلة دخل على المنزل عندي. سوى فيني مثل هيك، هو مرعب كثير وحكالي راح ينتقم انك انت يا جودزيلا يا صديقي. ايش مين هذا هسه راح احكي لبابا يروح يقتله. مين هذا؟ شو اسمه؟ ما بعرف شو اسمه، بس هو عنده اسنان مرعب كثير، تماكي من ورا ولا قدام وكل اشي، وكمان هو مثل الجرثومة هيك بتحرك، مثل مش عارف كيف هيك بتحرك، مثل اشي غريب كثير. ايش هو كمان حكالي راح يقتلك انت. راح يقتلني؟ هسه راح احكي لبابا يروح يقتله، بس انت استحمل استحمل، بدي اروح انادي بابا عشان يساعدك. يا بابا يا بابا. لا تعال هون. ايش مالك يا صديقي جودزيلا؟ صديقي انت صديقي الوحيد اللي كنت تلعب معي، انا بحبك كثير كثير. انت صديقي الوحيد، انا لعبت معك كثير واستمتعت بحياتي، بس انت كنت الوحيد اللي كنت تلعب معي وكنت تحبني، بس انا اسف كثير. راح اودعك يا صديقي، راح اودعك، بس انتقم لي يا صديقي، انتقم لي، انا بحبك كثير، انتقم لي، انا بحبك كثير. صديقي جودزيلا، صديقي جودزيلا مات، بس انا راح انتقم. بدي اروح احكي لبابا انه يروح ويقتل هذاك الشرير اللي قتل صديقي جودزيلا. يلا يلا، بدي اشيل الدماء عن الارض مثل هيك، وبعدين بدي اروح احكي لبابا. خليني اشيل الدماء مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك ومثل هيك. يا ربي والله اني كثير كثير بحبه جودزيلا، وهي فارقني ومات. واحد قتله لونه اسود، وهسه راح احكي لبابا مين هو هذا الشرير. خليني اسكر الباب مثل هيك، وبدي اروح اكب الدماء تبعته. مع السلامه يا صديقي جودزيلا، انا بحبك كثير كثير. يلا يلا يا بابا. بابا يا بابا، صديقي جودزيلا مات، صديقي جودزيلا مات، قتله واحد وحش. يا بابا يا بابا. لا يكون هذا نفسه اللي شفته قبل شوي. من وين من وين من وين من وين؟ أوه يا ابني بابا، جودزيلا صغير، أنا آسف كثير يا ابني، أنا حاولت أقاتل هذا الوحش الشرير اللي قتل صديقك، أنا بعرف، بس هو قوي،
هذا جاي من عالم ثاني. ايش هذا الجزء؟ هذا الوحش اسمه فينوم. اسمه ايه؟ فينوم يا بابا. هذا جاي من كوكب جديد. يا ابني انت مش لازم تموت، انت لازم تكون من بعدي تنقذ العالم والناس. ابني انت لازم تتخبى داخل مخبأ، ولما تكبر بدي اياك تقاتل هذا الفينوم. ماشي. تقتله، لانه اذا ما قتلته راح يحول كل الناس الى مثله، وراح تنتشر هذه الجرثومة والمرض، وراح نموت كل هذا العالم راح ينتهي. بابا يا ابني انت املي الوحيد، انا بحبك، ارجوك يا ابني كون انت القوي من بعدي ولا تكون ضعيف، انا بحبك كثير كثير يا بابا. انا بحبك. يا بابا لا تتركني وتروح وتخليني لحالي يا بابا، والله انا كثير كثير راح ازعل وراح احب، وكنت بحبكم كثير كثير كمان جرادزيلا. ما ظل لي اي حدا، مات صديقي ومات ابوي كمان، الله يرحمك يا ابوي. ليش هيك انا حياتي؟ ليش انا هيك حياتي؟ خلص يا شباب بنات، انا رح اسوي الاشي اللي قال اللي عنه بابا، ورح اسوي ورح اتدرب كويس، ورح اتخبى في هذا المنزل. اظني متخبي هون لما اكبر، ولما اكبر بدي اقاتل هذاك بنوم واقتله. هذا الشرير قتل جميع الاشخاص اللي بحبهم، بس انا لازم اتدرب كويس كثير كثير. يلا يا شباب، مات ابابا ومات صديقي الجرودزيلا، وانا هسه بدي اتدرب. يلا يا شباب بنات، بسم الله. يلا يا شباب بنات، حان وقت الانتقام. تتذكروا لما انا كنت طفل صغير قبل تقريبا 20 سنة؟ كنت طفل صغير. هذا الشرير اللي قدامي اللي بسموه فينوم قتل اقرب الناس على قلبي اللي هم ابوي وصديقي جرودزيلا، وانا اليوم جيت عشان اقتلك، راح اقتلك. انت بدك تقتلني يا غبي؟ انت ما بتعرف انه انا متحكم في جميع الاجواء وبتحكم في قدرات الجميع. انت راح تموت مثل ما قتلت ابوك الضعيف اللي كان اقوى وحش في العالم. ما بتعرف مين انا؟ انا هربت كثير كثير في مسيرة حياتي، وانت يلا هتكون مثلهم. يلا انت لاق. تعال لهم. شو هذا قاعد تسوي؟ شو اللي بده يسوي؟ شو اللي بده يسوي؟ قاعد بتحكم فيي. انت ما بتعرف قدراتي؟ قاعد بتحكم فيي. بس انا لازم اكون قوي. ارجع للوراء. يا ربي. راح توقع من هون. يا ربي. لازم راح يقتلني. يا ربي. خذ لك هاي. راح اقتلك. موت. موت انت فينوم. انا راح اقتلك يا فينوم. موت موت موت. يلا يا شباب بنات، انا تحكمت فيه ومش راح اخليه يقتلني. يلا يلا خذ لك هاي، خذ لك هاي. مش راح اخليك، مش راح اخليك تقتلني. انا ابوي حكالي اني انا راح انتقم منك. يا جودزيلا الهامل، راح اقتلك وانت راح تموت مثل ما قتلت صديقك وابوك الضعفاء. انت راح تكون هسه بين ايدي مقتول. في احلامك، في احلامك، انا هو جودزيلا وراح اقتلك. ابوي وصديقي صاروا يحكولي انك انت لازم تنتقم من فينوم، وانا راح انتقم منك. يلا يا شباب مستحيل. لا. الى اللقاء. شفتوا كيف يا شباب بنات، انا بنتقم منهم الاشرار. طفي القدرة تصغير. اوه من وين طلع هذا؟ تعالوا القدرة، تعالوا. كيفك؟ انا راح انهيك، راح انهيك، راح انهيك. يا ربي بسرعة بسرعة يا شباب بنات. من وين طلع؟ شفته هو بموت قدام عيوني، بس المحاولة الثانية هي المحاولة الصحيحة وراح اقتلك. يلا موت. وانا هيك
بكون قتلته على الكامل. وتطلعوا كيف رح ينشال المطر كمان. 1 2 3 إزالة الأمطار. وهي نشلت الأمطار وبدك فز من هون وانزل على المية مثل هيك والحمد لله.